زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة عن فوز يد الأهلي بالسوبر الأفريقي، حابين ان احنا كمان يعني نحلل ماتش امبارح ونشوف ازاي كمان الفريق هيستعد للمرحلة الجاية، وخصوصا ان احنا بنتكلم في كمان يعني فريق يمكن بيواجه كان في الفترة اللي فاتت صعوبات، لكن بيقدر ان هو يجي يقف على رجليه مرة تانية. فده اللي احنا نعرفه وده اللي احنا عارفينه كمان عن أبطالنا وعن اللعيبة بتوعنا، زي ما احنا بنقول وزي ما الجملة انا قلتها في بداية الحلقة، يمكن احنا بنمرض في بعض الرياضات لكن لا نموت وبنعود بقوة كمان. خلينا نعرف أكتر، وهنعرف أكتر من مين غير كمان لاعب سابق كابتن محمد عبد الوارث نجم الأهلي السابق في كرة اليد، كان منورنا قبل كده ولديه خبرة كبيرة جدا، هنعرف منه بقى. صباح الفل. صباح الفل. نورنا بعد غيبة بقالنا كتير. مليون مبروك مبدئيا، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأحلى كمان. سعداء بوجودك معانا، كل سنة وأنت طيب. وعايزين يعني تعال نقف الأول عند لقاء الأمس. ماتش ما كانش سهل، ماتش كان كالعاده الاهلي بيمشي فيه مع الزمالك راس براس، ودايما في اللقاءات اللي بتجمع ما بين الاهلي والزمالك خصوصا في النهائيات بتفرق دايما بهدف، وقد كان ده برضو اللي حصل من جديد في لقاء امبارح. فشفت الماتش ازاي؟ شايف الفريق بشكل عام عامل ازاي؟ ومتوقع له ايه في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ والله طبعا هي كان في بس هي كانت مشكله كبيره ان احنا ما يعني ما قدرناش نشوف المباراه، قدرنا احنا نسمع المباراه. فطبعا تحليلنا من المباراه امبارح، طبعا زي ما بدانا الكلام ان هو كان الفريق الفتره الاخيره كان في سوء توفيق، كان لسه العناصر طبعا شباب، لسه الخبرات مش كافيه ان هي تبدا تبقى عندها زي ما بنقول اللي هو الخبرات بالظبط اللي هي تبقى موجوده عندي عندنا. في لعيبه خبرات بس مش بالكم اللي موجود في فرقه الزمالك. هنرجع تاني نقول ان هم المدرب الجديد الاسباني طبعا دانيلو ده عمل شغل كبير، انا من وجهه نظري وبان في فترات قليله، هو ما بقالوش كتير مع الفريق فبس قدر الشكل او الطريقه بتاعته تبقى موجوده وتظهر في الفريق، وده دليل اللي هو اخر مباراه اللي كانت موجوده في الدوري الاهلي خسر فرق واحد او اتنين تقريبا، بس الشكل بدا يتغير، قدر لما الفتره بدات تطول معاهم وقدر يعني يبدا يفهم الفريق، يبدا في انسجام حصلت كلنا امبارح سمعناها في المباراه بتاعت السوبر. شايف ان الفريق بدا يحط رجله خطوات البطولات. ما اعتقدش ان الاهلي على ما اظن ان هو يقدر ينزل تاني، هو بدا في شغل باين، لعيبه كانت بتقاتل جامد جدا بصراحه. انا من وجهه نظري امبارح طبعا هي انا على تواصل مع لعيبه كتير موجوده في الفريق، روح موجوده عاليه جدا، قدروا يشتغلوا كويس قوي، قدروا يحفظوا فرقه الزمالك، قدر التدعيمات اللي كابتن ياسر لبيب وكابتن خالد العوضي قدموها للفريق بدات تساعد، ودي اللي بانت في الشوط الثاني. كان في تاخر في الشوط الاولاني فرق 2 او 3 تقريبا. قدت الخبرات اللي موجوده وهي دي اللي كانت ناقصه الفريق، وان شاء الله تبقى الفتره الجايه اللعيبه اللي موجوده هتبدا تخش في فتره الخبرات بدات تظهر. احنا كنا دايما بتحصل دروب في اخر 5 دقائق تقريبا، دلوقتي بقينا احنا اللي نفرق في اخر 5 دقائق، فده اللي ظهر وده اللي يعني اللي بان لينا كلنا. احنا للاسف ما عرفناش نشوف المباراه بس قدرنا نسمعها على قد الخبره اللي عندنا، قدرنا يعني ده التحلل اللي موجود في الفريق يعني. طيب البعض بيتكلم، وخلينا نقول لك الصوره بمنتهى الشفافيه، البعض بيتكلم ان الفريق عندنا لما تم تدعيمه ببعض العناصر اللي فيها او العناصر المحترفه يعني بعض المحترفين تمام. ولما غيرت برضو المدرب ولما ابتديت تشتغل او تصرف فرقت الى حد كبير في نتائج الفريق، هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ او هل احنا ما كناش نقدر ننجح غير لما نلجا لعناصر من المحترفين ومدرب مثلا برضو اجنبي؟ لا انا من وجهه نظري لا، ما تفرقش حكم ان انت لك برضو تاريخ في كره اليد. لا ما انا شايف من وجهه نظري لا طبعا. احنا عملنا حاجه زي دي وانا كنت موجود، شاركت في سوبر افريقي بطوله افريقيا، احنا خدنا الثلاثيه ابطال دوري ابطال كاس والسوبر، خدناها في سنه وكان معانا مدرب مصري كابتن عاصم حماد وكل اللي موجودين، ما كانش فيه تدعيمات خارجيه، كان هو كان يحيى الدرع بس اللي كان موجود معانا، وكان لسه هو شاب صغير. هو قدر يعني قدر يدى إضافة للفريق بس مش الإضافة 100% اللي هي موجودة، بس أنا يعني
الصرف وضع طبيعي، عشان تنجح لازم اصرف، لازم اجيب خامات كويسه. بالظبط، ده وضع طبيعي. التدعيمات اللي انا عملتها بسبب ممكن يكون عندي ضعف في مركز معين، فده وضع طبيعي. زي فرقه نادي الزمالك، هي تقريبا عندها 80% اللعيبه اللي موجوده لعيبه المنتخب، يعني هنتكلم في اللي موجودين: حسن قداح، يحيى الدرع، سيف الدرع، احمد الاحمر، كريم هنداوي، يعني دودو في الوينج، عندهم اكرم يوسف، تقريبا هم التشكيله كلها، هم السته اللي موجودين جوه الملعب. صحيح. هم لعيبه منتخب، حتى اللي دعموا بيه شادي من سبورتنج هو لاعب في المنتخب، فاوريدي انت بتلاعب قوام المنتخب. فهي دي وضع طبيعي، ان انت لازم لما يكون عندك تاثير في حاجه او عندك مشكله معينه في مركز معين، فوضع طبيعي ان انت لازم تدعم. طب احنا على حسب كلام حضرتك، وطبعا دي رؤيه ناس كتير، هي اللي انا هقوله لك ده ممكن يبقى فيه شيء من الميزه، لكن يمكن العيب برضو مش غايب عن المعادله. بمعنى ايه؟ اي فريق في الدنيا، في اي رياضه في الدنيا، من الجميل ان يكون في توازن ما بين العناصر اللي عندها خبره، خبرات متراكمه، واللي عارفه بتعمل ايه، واللي عارفه تشد امتى وترخي امتى، واللي تعرف تسيطر على زمايلها الاصغر سنا الى اخره. وفي نفس الوقت مهم جدا يكون برضو عندك الدم الجديد اللي بيتم ضخه في الفرق المختلفه كل فتره والتانيه، والطاقه والشباب والناس اللي لسه جعانه فوز وانتصارات الى اخره. حضرتك قلت اكتر من مره ان مفيش عندنا عناصر ذات خبرات زي الفريق المنافس. تمام. ليه؟ لا، هي كانت فتره، يعني هي كانت فتره لغايه 2017 2018 هو حصل تجديد للفريق كامل، ودي كانت الغلطه اللي حصلت. فان انا اجدد بعناصر شباب، طبعا عناصر شباب هايلين جدا، لعيبه محترمه جدا، لعيبه كويسه جدا، عندها امكانيات عاليه، كلهم بس هي الفكره معظمهم هيبقى قوام المنتخب في السنين طبعا هم اوريدي موجودين في قوام المنتخب، بس هم لسه بيبداوا المشوار بتاعهم. فوضع طبيعي ان انا ادخل عناصر شباب ومفيش عناصر خبره، هي الشباب هتبدا تاخد الخبرات منين، او هتبدا تستوعب. مين كان صاحب هذا القرار؟ ما هو ده اللي انا عايزه. ويعني كان صعب هذا، يعني هذا القرار كان موجود رئيس جهاز، كان موجود في الفريق، فحصل هو كان من وجهه نظره او الرؤيه اللي كانت موجوده ان هو احنا عايزين نطلع شباب ونبدا جيل جديد. بس انا من وجهه نظري ممكن اكون غلط، ممكن ناس تختلف معايا، ممكن ناس تتفق معايا، ان هو انا من وجهه نظري ان انا طول ما انا عايز ادخل دم جديد لازم اكون في خبرات موجوده عشان تبدا. هو اي بي سي بالظبط، عشان ابدا اكتسب. لكن انا دخلت عنصر شباب ما شافش قدامه خبره موجوده معاه في الملعب، في الحياه العامه، ان هو يبدا يتكلم معاه حتى ازاي انت مشوارك والمزيج بين الخبره والعنصر الشبابي هو ده اللي بيعمل حاجه. لكن ما هي دي النقطه. فهي دي اللي حصل دروب في الفريق. فاحنا عشان نبدا نتكلم دلوقتي، ان هم بدات المجموعه بقى لهم فوق الاربع سنين، فبدات الموضوع يبدا معاهم واحده واحده، ان هو يبدا يكسب طولة سوبر، دي حاجه كبيره جدا طبعا. فطبعا ان هو بدا يبقى عنده كم الخبره ان هو يبدا يوصل لحاجه كويسه جدا وحاجه عاليه جدا. طب لو المزج ده ما بين اللعيبه اصحاب الخبرات والطاقات الجديده، اللعيبه الواعده اللي لسه بتقول يا هادي، تمام. لو افترضنا ان المزج ده لسبب او لاخر مش حاصل، انهي اللي بيكون اهم؟ يعني لو انت فريقك معظم اللعيبه اللي فيه من اصحاب الخبرات، ولا لما يكون فريقك معظم اللعيبه اللي فيه من اصحاب الطاقات الجباره والشباب اللي لسه صغير؟ لو افترضنا ان مفيش مساحه ان انت تطعم يعني ما بين الاثنين، هو على حسب. هي دي بترجع للمدير الفني. هو المدير الفني اللي يبدا يشتغل على الخامه اللي معاه، الخامه اللي معاه دي يبدا يوصلها لايه. لازم ياخد فرصه، ما ينفعش مش اقل من 3 سنين ابدا احاسبه او ابدا اشوف اللعيبه دي هتبدا توصل لايه. هي دي، انا دي من وجهه نظري، ان انا ابدا اشتغل على الخامه اللي معايا. لو انا معايا خامه عناصر شباب بس، دي حاجه كويسه، وفي مدربين بتبدا توصل لاسرع واسرع نتيجه في اقل وقت مع الخامات دي. وفي مدربين تانية لا، محتاجه اللي يبقى فيه دمج ما بين الخبره وما بين الشباب. على حسب انا بتكلم فيها، حسب مدير الفني هي بتبقى عنده وجهه نظر، او هو اسلوبه بانهي طريقه. فهي دي النقطه اللي بتفرق، اذا كان عندك كده او عندك كده، دي تقدر تنجح بيها ودي تقدر تنجح بيها. بس الاغلبيه اللي هي لازم يبقى عندك فيه دمج ما بين عناصر الشباب وعناصر الخبره، دي اللي بتبقى بالنسبه لك اسهل، عشان انت كمدير فني انت محتاج اللعيبه بتساعدك، واللعيبه الخبرات طبعا ليها دور كبير جدا
في الفريق، وده اللي عامله اسلام وزاد معاه وبان اكتر لما دخل السيد محمد اللي كان موجود من ولاد النادي الاهلي، راجل خبره، راجل متربي جوه النادي الاهلي، بدا يساعد في الحته دي فقدروا يوصلوا للنتيجه اللي بانت قدامنا. طب احنا عندنا بطوله بقى ابطال الكؤوس وكاس العالم للانديه ولسه في كتير يعني محتاج شغل، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. يعني النتيجه بالامس حاجه زي ما بيتقال بدايه كويسه، ولكن انت ما فيش اي حاجه مضمونه، فيش اي حاجه تقدر تقول انا كده اتحطيت على الطريق السليم، انا كده عندي ثقه، الكلام ده مش موجود تماما. فلا احنا عندنا مشوار طويل قوي وفي تخوف، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، في تخوفات كتير. وضع طبيعي في الرياضه لازم. فانا علشان اخش على بطوله وعلشان اخش وابقى عايز كمان افوز بالبطوله لازم ابقى عارف ايه زي ما بيتقال القوه والضعف عندي. بمنتهى الصراحه انت دلوقتي تقييمك برضو لاعب لك خبره كبيره جدا وحققت انتصارات كتيره جدا مع النادي الاهلي، شايف ايه اللي ناقصنا وايه اللي احنا مش محتاجين نشتغل عليه وايه نقاط القوه برضو لو هنتكلم عندنا علشان نقدر نوصل نقول ان احنا صعدنا وتاهلنا واحنا كمان مرتاحين، خلينا نقولها كده. دلوقتي طبعا انا من وجهه نظري ان انا عندي كاس سوبر خلاص، انا بالنسبه لي او ببلغ اللعيبه بحاجه زي دي، اقفل الصفحه خلاص، دي بطوله وخلصت، وصلتك كاس عالم حاجه كويسه، بس انت عملت حاجه كويسه جدا وحاجه كبيره جدا، ما ينفعش ان انا ابوظها بحاجه تانية. انا داخل على بطوله افريقيا، بطوله افريقيا هو مشوار طويل، سوبر بيبقى ماتش وخلص، لكن السوبر مشوار طويل. انا المجموعه اللي معايا لا قدر الله ممكن تحصل اصابات، لا قدر الله يحصل اي حد يحصل له اي ظرف، فالنقص اللي هيحصل في الفريق ده هيبدا ياثر عليه. فاللي انا ببلغه للعيبه او اللي انا من وجهه نظري شايفه ان هو بطوله افريقيا اللعيبه جاهزه. أيوة. المدرب عامل شغل كويس جدا، التجانس كمان مع المحترفين اللي موجودين او التدعيمات اللي النادي جابها هتبدا تبان اكتر في البطوله، ان هم ما لحقوش تقريبا، هم جم قبل ماتش سوبر بيوم تقريبا، هم اتمرنوا معاهم تمرينه واحده، فده هيبدا يحصل تجانس معاهم ومع الفريق، فهيبدا الشكل انا من وجهه نظري هيبقى احسن بكتير من اللي ظهر ماتش سوبر. وده كويس. اكيد مليون في الميه لما انا ابدا اخد يوم عن يوم عن يوم مع الفريق هتبدا تحصل تجانس اكتر بكتير. أكيد. والمشوار هيبقى من وجهه نظري هيبقى اسهل من ماتش سوبر. يا ريت. في مرحله سابقه كان الاهلي حقق انجاز كبير جدا بفوزه بالميداليه الفضيه في مونديال الانديه. تمام، كنت حاضرها موجود في رايك. في رايك ان شاء الله ايه فرص إن هذا الامر يتكرر، او ان المركز يعني اي مركز من الثلاث مراكز الاولى في النسخه المقبله ممكن النادي الاهلي يحققها ان شاء الله؟ والله انا من وجهه نظري هو مفيش حاجه صعبه ومفيش حاجه مستحيله. وارد انت قدرت توصل لفضيه كاس عالم انديه، ليه لا ان انا اقدر اوصل لها تاني، وليه لا ان انا اقدر اوصل لان ابقى اول؟ موضوع سهل وبسيط جدا، ان انا اتعب، هشتغل على نفسي، ابقى عارف قيمه اللي انا رايح له ده ايه، بنسى كل حاجه، بفصل حياتي ان انا مركز في حاجه معينه، شغل المدرب هيبدا يبان، شغل الجهاز هيبدا يبان، ازاي اللعيبه تبدا تلم نفسها تاني، ازاي تبدا تتجمع تاني، ودي مهمه جدا، روح الفريق. النادي الاهلي اسم كبير، متعودين عليه دايما ان احنا في الاول، انا ما بروحش ضيف مشرف. ايوه بالزبط. هي دي النقطه، انا رايح وخلاص يعني. انا رايح اوصل ان انا عندي هدف، ان انا عندي اول تاني تالت بالزبط. عالم لازم اعلق ميداليه، وببص على الاول، ما ببصش على تاني او تالت. هي دي النقطه، ودي اللي دايما اتربينا عليها جوه النادي الاهلي. نقطه مهمه، يمكن كابتن ياسر لما كان معانا على التليفون برضه هو اتكلم بالتفصيل عنها وقال ان نفسيا كمان اللعيبه كانت داون شويه. فهو اشتغل على النقطه دي، ودي حاجه مش بسيطه. هنروح فاصل بس هنرجع معاك تاني كابتن محمد عشان برضه من خبرتك عايزين نعرف، لان الحياه ابس اند داونز ونجاح وفشل الفترات دي بتمر بيها ازاي، والدعم النفسي والتحفيز المعنوي ده شق اعتقد البعض ممكن يشوفه ان هو حاجه بسيطه، بس هو حاجه مش بسيطه تماما. في لعيبه يعني لو معنويا هي مش واخده حقها بتلاقي الاداء في الملعب كارثي، كارثي بمعنى الكلمه، وشفناها في رياضات مختلفه. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.
عوده ل10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم من جديد. لسه منورنا كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي السابق في كره اليد، واللي نهينا الجزء اللي فات من الحوار معاه بتفصيله كانت بتتكلم فيها نهاوند فكره الدعم النفسي والتحفيز النفسي والى اي درجه الكلام ده ممكن يؤتي ثماره مع اللعيبه، وده اللي حصل زي ما سمعنا في المكالمه التليفون مع كابتن ياسر. لا طبعا موضوع الدعم النفسي ده انا بالنسبه لي هو رقم واحد قبل الفني قبل اي حاجه. فريق طبعا الفتره اللي فاتت وضع طبيعي ان بعد خساره دوري وكاس فوضع طبيعي ان يحصل فيه دروب جامد بين اللعيبه وبين بعضها وممكن تحصل مشاكل جوه الفريق. بس انا شايف ان هو من ساعه وصول كابتن ياسر لبيب وكابتن عوضي بصراحه حتى المدرب يعني المدرب الاسباني اللي موجود دلوقتي حاليا شايف ان هم قدروا يشتغلوا على الحته دي كويس جدا، ان هم قدروا يوصلوا اللعيبه نفسيا ان هو يبدا يحس بنفسه ويبدا يبقى فيه ثقه، يبدا ان هو يقدر يلعب، يبدا يقدر يوصل، يبدا يكسب، عندك المقومات ان انت تعرف تكسب. فالحته دي كانت مهمه جدا من كابتن ياسر، وبالاخص يعني ان هو كان متواجد دايما معاهم الفتره الاخيره. من وجهه نظري انا طبعا هو الموضوع صعب مش سهل خالص، أكيد. موضوع مهم جدا يعني بحكم الخبره ان انا حصل معانا قبل كده في 2016 احنا تقريبا خسرنا كل البطولات، ما كانش فيه. انا لسه كنت عايزه والله اتكلم معاك في ده، كان موسم غريب جدا، كان موسم بالنسبه لنا لا فعلا مش انتوا احنا بقى يعني لا فعلا احنا فعلا الموسم ايه كان السبب معلش بمنتهى الصراحه لان امر او وضع مش طبيعي يعني. دايما طول ما فيش يعني فرقه مش متماسكه مع بعض في يعني ما كانش في تيم وورك مثلا بالظبط، طيب ايه يعني تاني اسباب اول حاجه طول يعني الفريق لو مش قلبه على قلب بعض خلاص الموضوع انا عشان انجح او عشان انا ابقى كويس لازم اللي جنبي يبقى كويس طبعا، غير كده انا عمري ما هنجح، فهي دي النقطه. هل كان في وقتها كذا نجم زي ما بيتقال كلام؟ لا خالص، النادي الاهلي طول عمره هو ما فيهوش نجم، هو فيه نجوم، ده اللي احنا نعرفه بالظبط. فازاي اقدر اوظف المجموعه اللي موجوده؟ احنا كنا في السنه دي تقريبا خسرنا كل البطولات، مفيش تقريبا بطوله كسبناها، حتى البطولات الافريقيه اللي احنا دخلناها برضو خسرناها. السنه اللي بعديها 2017 ما حصلش تدعيم غير بلعيب واحد كان اسلام، وهو كان من ضمن المنظومه ديرا. لا اسلام حسن، اسلام حسن اللي موجود. أيوة صح، هو يعني هو كان من ضمن المجموعه قبل كده معانا. صح. السنه اللي بعديها 2017 احنا تقريبا خدنا كل البطولات. طب ما ده مشكله بقى مدرب، مش دايما هتبقى مدرب بس، هي طبعا هي في طبعا الاساس طبعا بيبقى من المدرب ان هو يقدر ازاي يلم اللعيبه، بلس المجموعه نفسها لازم تحس ان هي ليها قيمه موجوده، انا ليا دور، انا لو انا ماليش دور في الفريق انا هبعد. طب اتغلبتوا وقتها على الدروب النفسي ده ازاي؟ اتغلبنا طبعا، احنا قعدنا اعداد كتيره مع بعض، قدرنا ان احنا نتكلم، احنا في سنه من حياتنا بتروح. صح. السنه دي ما ينفعش ان هي تروح من غير ما اطلع منها باي حاجه. لازم في انجاز، واحنا عشان جوه النادي الاهلي احنا تعودنا ان احنا دايما لازم صحيح. يكون في انجاز. صحيح. ما ينفعش سنه تعدي عليا من غير ما يحصل انجاز وغير مسبوقه بالظبط. يعني لا هي هي ما حصلتش في النادي الاهلي خالص تماما، بس احنا قدرنا اتغلبنا عليها، ان احنا قدرنا نلم بعض تاني، قدرنا ان احنا كل واحد يعرف دوره ايه، يعرف اللي يعني عليك ايه قبل ما تطلب ليك ايه، دي مهمه جدا، انت اعرف اللي عليك ايه الاول قبل ما تطلب انت ليك ايه. جميل. تعالى نروح بقى للجيل الحالي اللي موجود. مين اكتر حد بياخد عينك وانت بتتابعه في اي ماتش من لعيبه النادي الاهلي؟ طبعا احنا متفقين ان كله زي الفل وان كلهم لعيبه جامدين، ولكن الامر لا يخلو في بعض الاحيان من ان بيبقى فيه لعيب معين عنده خصوصيه كده، عنده كاريزمته في ارضيه الملعب. الكلام ده ينطبق على مين من الموجودين حاليا؟ والله في، بص انا عشان اكون صريح، هو في لعيبه كتيره. النادي الاهلي زي ما بيقول احنا هو ما فيهوش نجم عشان الواحد تبقى طبعا عينه رايحه عليه. فلا كل المجموعه اللي موجوده بصراحه، اذا كان من بدايه الحراس المرمى الاثنين هايلين جدا، اذا كان طه ولا حميد اللي موجودين، بس ان هو ماتش برضو الماتش اللي فات بين الاهلي والزمالك الحقيقه كان في مباراه بقى تانية الى جانب المباراه اللي بتتلعب بين الفرقتين، كان في ماتش مستقل ما بين الاثنين حراس مرمى. طبعا ما هي هو يعني دلوقتي حارس المرمى هو عدى ال 50% من الفريق. طبعا. هو حارس المرمى لو فايق خلاص انت الموضوع بالنسبه لك بيبقى سهل جدا. طبعا. ان انت على الاقل وانت بتدافع انت مطمن. طبعا هي دي النقطه. طبعا.
فالمجموعه اللي موجوده يعني اذا كان حميد ولا طه الاثنين لعيبه كويسين جدا. طبعا موجود اسلام حسن طبعا راجل خبره راجل لعيب عنده كاريزمته بيقدر يلم الناس بيقدر يتكلم مع الناس. يعني انا مش هقدر اقول لعيب معين عشان كل اللي موجودين حتى الشباب اللي طالعه اذا كان كاستيلو ولا لاشين ولا مهاب لعيب مواليد 2002 موجود مع الفريق هناك وقدر يشارك فترات قليله. ده من اللعيبه اللي موهوبين قوي وليه مستقبل كويس جدا بس يبدا يفكر انا عايز اروح فين انا عايز اوصل لفين. دي مهمه جدا بدايه مشواره. لو حط التارجت في دماغه ان هو انا عايز حته معينه هيبقى الموضوع سهل بالنسبه له. لو حس ان انا خلاص انا وصلت للدرجه الاولى انا خلاص بقيت موجود انا بشارك يبقى دي بدايه الهبوط بقى. دي بالظبط دي مشكله انا بقول له الحته دي هو بالذات عشان انا الولد ده انا مرنته من 3 سنين شايف فيه خامه كويسه واتكلمت معاه كذا مره وهو بصراحه مؤدي دور هايل جدا وعالي جدا بصراحه وربنا يكرمه والمجموعه كلها يعني بصراحه ربنا يكرمها ان شاء الله. بص كابتن محمد هو الوقت بيجري خلاص الفقره قربت تخلص بس انا حابه اروح معاك برضو للمباراه بالامس لان احنا كنا معانا الخبر وكان عندنا ثقه ان شاء الله كان عندنا امل ورغم اللي كان بيتقال على فكره برضو بنقل لك الصوره انسوا انا نقلت بحب دايما انقل الصوره زي ما هي على فكره انا قلت كلمه انا وكريم قلنا احنا ما بنردش يعني مهما كان الكلام اللي بيتكتب مهما كان المحاولات اللي بتحصل انت ما بتركزش معاها خلاص انت بتروح مركز في حاجه معينه بالزبط. وقد كانت امبارح واكيد ده كان انتصار كبير جدا بس برضو امبارح الماتش زي ما قلنا او كلنا شفنا كان مش سهل بس انت يعني كان في تنظيم كان في تركيز كان في لعبه كويس جدا كان في واضح خطه موضوعه بشكل رائع فهل ده احنا محتاجين نشوفه تاني ولا كان في اخفاق مثلا الفريق المنافس يعني احنا اشتغلنا على ايه امبارح تحديدا عشان نقدر نوصل للنتيجه دي انا عايز اعرف من حد له خبره يعني في الملاعب من جوه تحديدا انا في حته برضو هنقف عندها اللي هي اخفاق من الفريق المنافس انا لو في اخفاق من الفريق المنافس الماتش مش هيطلع فرق واحد كان هيبقى سكور هيبقى سكور مثلا واوريدي كان الفريق المنافس كان هو طول المباراه هو كسبان فهي هو داخل اصلا بالكونسبت ده ما ننساهاش بالظبط هو عنده داخل عنده الثقه ان هو بيكسب فريق النادي الاهلي فعنده ثقه اكتر فلا انا شايف ان هو الحاجه اللي اتعملت الفتره مصبوط. الاخيره اللي فرقت ان هو الفريق بالظبط هو قفل على نفسه اتجاهه في طريق واحد صح. ملوش دعوه باي حاجه حواليه ايه اللي بيحصل السوشيال ميديا بتقول ايه اللي بيحصل الكلام اللي طول ما انا مركز او ودني مع اي حاجه خارجيه دي هتعطلني على الطريق اللي انا رايح له تالي لعيبه الهاندبول ممكن يبقوا في وضع امن نسبيا من لعيبه الكوره فيما يتعلق بمساله السوشيال ميديا يعني بيبقى التركيز اكتر على السوشيال ميديا والله مش قوي يا كريم لا الموضوع لا مش بنفس القدر يعني لا 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 حتى طبعا لان في نجوم في الرياضه احنا بيحصل حاجات كتيره جدا يعني حاجات يعني ممكن ما تتخيلهاش احنا بيتبعت لنا كلام وحاجات ما ينفعش لا لا احكي لنا بقى لا والله بجد يعني بجد لا في ناس بتبعت لنا على السوشيال ميديا كلام ما ينفعش يتقال خالص كمان احنا كمان ما بين يعني الفرق ما بيننا وبين الكوره احنا الملعب بتاعنا مختلف تماما احنا الجمهور قريب مننا جدا فانا ممكن اسمع الكلام ده ودني وانا جوه صح الملعب طبعا. فالموضوع بيبقى بالنسبه لنا اصعب بكتير من فرقه الكوره لا بس انا ما كانش عندي معلومه ان بيتبعت لكم لا 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 احنا على ارقامكم كمان الخاصه مثلا احنا ناس بتتصل بينا وناس بتبعت لنا ويعني عارف اللي هو يعني الناس بتجري وراكي ده بجد فعلا يعني دخلتوا برضه في لا لا احنا دخلنا والموضوع كمان بالنسبه لنا بقت الهاند بول دلوقتي الناس بقت مركزه معاه قوي الجمهور بقى مركز معاها قوي فلا احنا بتحصل معانا حاجات ممكن يعني انا ممكن اكون ببالغ ممكن تكون عدت فرقه الكوره بس الجانب اللطيف اللي انت تفضلت فيه ده بيه دلوقتي هو فكره ان كره اليد ابتدت هي كمان تبقى رياضه ليها نجوميتها وليها شعبيتها طبعا وده اكيد برضه ما جاش من فراغ جه من النجاحات المتتاليه في اخر كام سنه اكيد طبعا طول ما انت بتشتغل طول ما انت بتوصل للهدف اللي انت عايزه وده طبيعي الناس هتبدا تركز معاك الفتره اللي فاتت طبعا البطوله الدوليه كمان طبعا منتخب مصر عمل انجاز هايل جدا دلوقتي بدانا نشوف لعيبه كتيره بره مصر دي احنا كنا مفتقدينها السوق اتفتح
انا شايف ان ده يعني محتاجين كمان لو في دعم اكتر من اللي موجود للهاندبول. فرقة الهاندبول دي بصراحة يعني هتوصل العالمية. احنا خلاص بدأنا دخلنا بقينا من المربع، فنقدر ليه لا ان احنا نوصل نبقى اول. دعم بمعنى ايه كابتن محمد؟ يعني انت بتقصد هنا دعم سبونسرز، يعني دعم مادي؟ طبعا دي مهمه جدا. اوكي، يعني كل ده اللي بينقص الى حد ما. دي الفرق العالميه كلها بقى ليها سبونسر. ما هو دي مهمه جدا ان انا بريح ناس كتيره من الحته دي. السبونسر هو اللي بيشتغل على الحته دي ودي شغلته. يعني هي زي ما بنقول كده كل واحد وليه شغلته، ان هو يقدر يوصلك للحته اللي انت عايزها بسهوله عشان دي بتاعته. لكن ما ينفعش ان انا ابقى موجود في منظومه، المنظومه طبعا شغاله كويس جدا ما حدش يقدر ينكر. لا بس اي دعم توصل. هيبقى بس طبعا الدعم كويسة. طبعا عشان دي حاجه بتاعته متخصص فيها، فيقدر يوصلني اسهل واسرع من اللي موجود. بص بكلامك في منتهى، يعني متفقه معاك كمليون في الميه، ويمكن قلنا الكلام ده كذا مره قبل كده، ولكن انا اعتقد لو توافقني الراي في السنوات الاخيره القليله مش الكتيره، ابتدى فكر حتى يعني رجال الاعمال، فكره هنا الشركات الكبرى ان هي تدعم اكتر ما تعمل مع فنانين، ان هي تركز مع الرياضيين. وشفنا ده بعد المنافسات الاولمبيه والبارالمبيه وغيره، ابتدى دلوقتي التركيز مع الرياضيين اكتر، واعتقد هم دول اللي في امس حاجه واللي هيفيدوا في الاول وفي الاخر بشكل كبير. اكيد. لا اكيد. ففي المايند سيت الى حد ما اتغير، فانت بتتكلم في نقطه اعتقد في غايه الاهميه ولسه محتاجه المزيد يعني. ف لا دي حصلت فعلا الفتره الاخيره، بدات لعيبه الهاندبول بدات تخش في يعني ورياضات كتيره بالظبط في المكان ده، بدا بقى في سبونسر كتير موجودين دلوقتي للعيبه موجوده في الدوري المصري. انا شايف ان دي حاجه طبعا كويسه جدا، وحاجه هم يستحقوها بامانه. صح. الناس صح. تستحق الحاجه دي. عموما مليون مبروك مره ثانيه، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله ونتكلم عن انجازات جديده حققها فريق الاهلي في كره اليد. بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. الله يخليك يا كريم، ميرسي جدا. شكرا ليك كابتن محمد، وده بيتك يعني، انت معانا على طول هنا. ان شاء الله ان شاء الله تبقى في قعده ثانيه لبطوله افريقيا ان شاء الله. نامل ذلك وننتظر اكيد، بعدين ونبارك للناس كلها وربنا يوفقهم. وده اللي يستحقه جماهير الاهلي في الاول وفي الاخر. هو فعلا جماهير الاهلي كانت الفتره اللي فاتت كانت زعلانه، وبدات فرقه النادي الاهلي بدات تصالح الجماهير، وان شاء الله هتصالحها. بس انا بطلب من الجماهير يعني اصبروا عليهم شويه، محتاجين بس صبر. انا عارف ان انتوا بتغيروا على النادي، بس الناس محتاجه بس شويه صبر، هتبدا تبان. وادي بدايتها ان شاء الله كويسه جدا. والفتره الجايه احسن خير ان شاء الله. نورتنا وبنشكرك على وجودك. هنروح فاصل سريع جدا وبعدين هنرجع بقى والفقره الاخيره هنتكلم فيها ونحلل وننقد مع الناقد الرياضي الاستاذ حسام الغرباوي بعد الفاصل.